السلام عليكم ورحمة الله. الزيارة ديال إيمانويل ماكرون إلى المغرب اللي كينتظروها المغاربة اليوم الاثنين، الزيارة اللي غادي تكون زيارة دولة، استروا لي بعدا على هذه زيارة دولة. الاستقبال ديال إيمانويل ماكرون، غنحاولوا نعطيكم الملخص ديال الزيارة. غادي يستقبلوا جلالة الملك، تكون محادثة على انفراد ما بين جلالة الملك والرئيس الفرنسي. غادي يكون خطاب ديال الرئيس الفرنسي أمام البرلمان بغرفته، السادة البرلمانيين والسادة المستشارين والسيدات على موعد مع خطاب تاريخي. غادي يكون فيه شرح للرسالة التي توصل بها جلالة الملك من إيمانويل ماكرون، يعبر فيها الخطوط العريضة لاعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. وغادي نجيو نسمعوا واحد الكلمة قالها مهمة إيمانويل ماكرون: حاضر ومستقبل الصحراء تحت السيادة ديال المملكة المغربية. مجموعة ديال الأشياء إخواني أخواتي، الزيارة الاستراتيجية، الزيارة التاريخية، والزيارة التي يتابعها ويشاهدها العالم. ولماذا هذا الاهتمام كاملا على الزيارة ديال إيمانويل ماكرون اللي ما كانش في الزيارات السابقة؟ تفضلوا بالبقاء مع هشام خضري، تعرفوا أكثر. ولكن قبل لا تحرمنا من الإعجاب، متابعة الحساب، كومنت، شير الفيديو. مغرب أولين ولا غالبين لله، عاش المغرب ولا عاش من خانه، يعلم الله كمحبك يا وطني، يعلم الله كمدافع عنك هذا الوطن. الزيارة ديال إيمانويل ماكرون، زيارة الدولة اللي غتبدأ مساء اليوم الاثنين، وغادي تدوم على مدى 3 أيام. زيارة الدولة، سطروا لي على زيارة الدولة. منذ 2013 ما كانتش زيارة دولة من الرؤساء الفرنسيين، منذ مدة لم يأتي أي رئيس إلى فرنسا. حقا جاء إيمانويل ماكرون جوج مرات للمغرب، جاء المرة الأولى من بعد ما تقلد رئاسة الدولة الفرنسية، جاء في زيارة إلى المغرب، وجاء كذلك في زيارة ثانية عندما تم إطلاق خط التي جي في أو البراق، قطار أو أسرع قطار بإفريقيا. لكن اليوم لماذا نركز الكلام والحديث كثرة على هذه الزيارة إخواني أخواتي؟ لأن هذه الزيارة مهمة جدا. أولا جاءت من بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، جاءت كذلك من بعد الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى جلالة الملك ونحن نحتفل بعيد العرش المجيد، جاءت كذلك وللشعب المغربي في غمرة احتفالته ويستعد الاحتفال بذكرى انطلاق المسيرة الخضراء، جاءت كذلك بعد أن شرح المندوب الدائم لفرنسا موقف واعتراف فرنسا بمغربية الصحراء أمام الأعضاء الخمس الدائمين وكذلك الأمين العام لمجلس الأمن. لماذا هذا الاهتمام كاملا بهذه الزيارة؟ لأنها زيارة من النوع الرفيع، زيارة تأتي في وضع إقليمي تأزم في تغيرات جيو سياسية وجغرافية بالمنطقة، جاءت من بعد ما فقدت فرنسا مكانة ديالها بإفريقيا، جاءت من بعد التغيرات اللي كاينة في دول الساحل والصحراء، جاءت كذلك في ظل الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط، وجاءت في ظل الصراع الغربي الروسي. يعني عندها مجموعة ديال الدلالات. لكن إخوان والأخوات والخالي بنت خالي، ما يهمون إحنا في هذه الزيارة هو الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، هي الرسالة التي وجهها إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك، يعبر فيها موقفه. وعندما قال إن حاضر ومستقبل الصحراء تحت السيادة ديال المملكة المغربية، جاءت زيارة اهتمام إعلامي رغم أنها متأخرة جدا إخواني أخواتي. والاعتراف ديال فرنسا بمغربية الصحراء جاء متأخرا كما قالت لوريان لوبا. إذن كذلك الزيارة تحمل مجموعة من الدلالات التاريخية، العلاقات المغربية الفرنسية. عندما نتحدث عن علاقات تاريخية ما بين المغرب، بعض اللي عندهم العقل متأزم ومتقسم غادي يقولون المغرب والاستعمار. لا، كنعرفوا بأن المغرب دائما كانت له منذ القدم، المغرب كإمبراطورية كانت له مشاكل مع الجيران ديالو، مشاكل مع الحدود ديالو. عندما نتحدث عن الجيران فنحن نتحدث عن إسبانيا ودولة قشتالة والبرتغال، لا نتحدث عن الجيران هناك بشرق المملكة لأنهم لم يكونوا موجودين أساسا. فكان المغرب عندما كان يحتل ويحكم الأندلس، وكان المغرب عندما كان يقارع البرتغال التي كانت في أوج قوتها ومعركة المخازن عائدة على ذلك، فكان الجد ما بين البرتغال والمغرب وإسبانيا ودولة قشتالة، إسبانيا والمغرب. فكان المغرب في يبحث عن علاقات متميزة
مع دول ما بعد إسبانيا والبرتغال. هنا تأتى علاقتها التاريخية جيرماني أو ألمانيا، الأراضي المنبسطة حول المملكة ديال هولندا وكذلك المملكة ديال بريطانيا. كانت العلاقات متميزة بين المغرب وهذه الدول. احنا نتحدث عن هذه العلاقة لأن من جات فرنسا للمغرب وقعت معنا إخواني أخواتي معاهدة الحماية وليس استعمار، ولكن جاءت لتحمي الصديق من الأداء، فكانت هي العدو أكثر من الصديق. إذن هذه الزيارة إخواني أخواتي ديال إيمانويل ماكرون اللي جاءت ما بعد شد وجذب ما بين الرباط وباريس، من بعد ما تبين وتظهر انتصار جلالة الملك والسياسة الهادئة لجلالة الملك، السياسة الحكيمة التي أتت بإيمانويل ماكرون طالبا راغبا في زيارة المغرب. فكانت دعوة جلالة الملك الله ينصره ويطول له في العمر إلى إيمانويل ماكرون من أجل حضوره. الاستقبال الشعبي، استقبال جماهيري، واستقبال ديال المغاربة لضيف المملكة الكبير اللي هو إيمانويل ماكرون. إذن بعد هذا الاستقبال غادي يكون يوم الثلاثاء مع موعد مع الخطاب ولقاء إيمانويل ماكرون مع ممثل الأمة مع البرلمانيين مع المستشارين، وغادي يكون الخطاب ديالو على الساعة 11 مع السادة والسيدات البرلمانيين، يشرح الموقف ديال اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. من بعد منه غادي يجي واحد العمل مطلوب من ممثل الأمة، من ممثل وسائل الإعلام، من ممثلين والمهتمين بالقضية الوطنية. غادي يكون على الإعلاميين، على الناس المؤثرين المشهورين السياسيين وإلى غيرهم الذين يتحدثون اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية وجميع اللغات إيصال رسالة ماكرون إلى العالم. إذن هي لحظة فارقة، زيارة فارقة، زيارة تاريخية اللي غتكون ديال إيمانويل ماكرون بتاريخ 28 أكتوبر 2024. من بعد ما أكد جلالة الملك في خطابه، من بعد ما أكد جلالة الملك تحت قبة البرلمان أمام السادة والسيدات البرلمانيين والمستشارين تاح الولاية التشريعية الحالية، عندما قال بأن قضية المغاربة هي قضية الصحراء، وقضية الأولى هي قضية الصحراء المغربية. وكان ما ختم به جلالة الملك هو واحد الآية كريمة كان قد استدل بها كذلك المغفور له الحسن الثاني اللي رحمه ويوسع عليه ويحسن له ويرحم كذلك الملك المجاهد محمد الخامس رحمه الله وطيب وطهره، يرحم جميع أموات المسلمين. خطاب النصر، أسميته خطاب النصر، الخطاب الذي ألقاه محمد السادس أمام ممثل الأمة بغرفتيه، السادة المستشارين والسادة والسيدات البرلمانيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.